زوجاته صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها، ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قد أسلمت مع زوجها الأول خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وهاجرت معه إلى المدينة، ثم مات رضي الله عنه إثر غزوة أحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية رضي الله عنها من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد أن تزوجها بشهرين، وهي التي كانت تلقب بأم المساكين. أم سلمة رضي الله عنها، ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية رضي الله عنها، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه صلى الله عليه وسلم موتا، توفيت سنة 62 للهجرة. جويرية رضي الله عنها، وتزوج جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار المصطلقية رضي الله عنها، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها. زوجاته صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، أولى زوجاته صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية رضي الله عنها، تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة، وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل عليه السلام، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين. سودة رضي الله عنها، تزوج صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة بأيام سودة بنت زمعة القرشية رضي الله عنها، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها، تزوج صلى الله عليه وسلم بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضها عليها الملك قبل نكاحها في سرقة ابن من حرير، وقال هذه زوجتك، تزوجها في شوال وعمرها 6 سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت رضي الله عنها أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. زوجاته صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنها،
وكانت أولا عند زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. أم حبيبة رضي الله عنها، ثم تزوج أم حبيبة رضي الله عنها، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية رضي الله عنه. زوجاته صلى الله عليه وسلم، صفية رضي الله عنها، وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي رضي الله عنها ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من السبي أمة فأعتقها، وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة. ميمونة رضي الله عنها، ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته زينب بنت جحش رضي الله عنها 20، وآخرهن موتا أم سلمة رضي الله عنها 62 في خلافة يزيد بن معاوية. سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. مولده صلى الله عليه وسلم، ولد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل، يوم 2 من شهر ربيع الأول قبل الهجرة 53 سنة، الموافق 571 ميلادي. وكان أمر الفيل وحبس الله عز وجل له تقدمة قدمها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وبيته. أبوه عبد الله بن عبد المطلب، توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، فولد صلى الله عليه وسلم يتيما. أمه آمنة بنت وهب من بني زهرة، ماتت ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين. كفالته، كفله بعد وفاة أمه جده عبد المطلب، ثم توفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، ثم كفله عمه الشقيق أبو طالب واسمه عبد مناف. مراتب الوحي: أولاً الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثانياً الإلقاء في روعه: يلقيه الملك في روعه صلى الله عليه وسلم وقلبه من غير أن يراه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح الأمين نفث في روعي وأخبرني أنه. ثالثا تمثل الملك: قال صلى الله عليه وسلم: ويتمثل للملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة رضي الله عنهم أحيانا. رابعاً صلصلة الجرس: قال صلى الله عليه وسلم: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال.
وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، بل إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. خامسا، الملك في صورته. يراه صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله تعالى في سورة النجم. وحي من الله سادسا، وهو ما أوحاه الله إليه مباشرة، وهو فوق السماوات السبع ليلة المعراج من فرض الصلاة وغير ذلك. سابعا، كلام الله، حيث كلمه الله عز وجل منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم. مرضعاته صلى الله عليه وسلم: أولا ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ثانيا، حليمة السعدية، أرضعته بلبن ابنها عبد الله أخو أنيس وجذامة، وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العز بن رفاعة السعدي، وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه. حواضنه صلى الله عليه وسلم: أولا أمه آمنة، ثانيا ثويبة مولاة أبي لهب، ثالثا حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، رابعا الشيماء وهي بنت حليمة السعدية وأخته صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهي التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد هوازن، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها. خامسا، أم أيمن، بركة الحبشية رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه وكانت دايته. زوجها صلى الله عليه وسلم من حبه زيد بن حارث رضي الله عنه، فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنه. هي التي دخل عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالا لها: ما يبكيك؟ إنما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار إلى خير مما كان فيه، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع عنا من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رضي الله عنها. عمله صلى الله عليه وسلم: رعى صلى الله عليه وسلم الغنم، وكان ذلك سببا في صبره ورحمته بالضعفاء ورعايته لهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. تجارته وزوجاته صلى الله عليه وسلم: لما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بصرى ثم رجع، فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول زوجاته. بناء الكعبة: لما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 تضعضعت الكعبة، فقامت قريش في إعادة بنائها، فتقاسمت بطون قريش الكعبة،
وأخذ كل منهم ناحية. فلما بلغ البنيان ناحية الحجر الأسود اختلفوا في من يرفعه إلى موضعه، ولبثوا على ذلك 4 ليال أو 5، ثم اتفقوا على أن يحكم بينهم أول من يدخل من باب المسجد. فكان صلى الله عليه وسلم أول من دخل، فحكموه بينهم، فأمر بثوب وجعل فيه الحجر، ثم حملت كل قبيلة بناحية منه حتى بلغوا موضعه، فوضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده. خلوته صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث يتعبد فيه الليالي أولات العدد، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك.